مساء الخير. مشهد المجلس النيابي عكس بوضوح أن التعطيل رح يكون سيد الموقف، بوقت أنه العدو الإسرائيلي عم يعتدي على حق لبنان بنفطه. ولا يزال مشهد الترسيم منه واضح المعالم، هل رح نكون أمام حكومة أم رح يكون الفراغ سيد الموقف؟ وزارة الصناعة اللي تعتبر من أهم الوزارات بلبنان، هل استطاعت أنه تنجز وهل كانت على مقياس تطلعات المواطنين؟ أسئلة بحاجة لإجابات مع وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال جورج بوشوكيان. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. كان بدي أقول لك التايتل الثاني الجديد وبارك لك عليه النائب. هلأ ما بعرف بهيدا الوقت وبهيدي السنين اللي عم نعيشها نحن هلأ مؤخرا، إذا صار هيدا التايتل نحن لازم نفتخر فيه أو أنه لازم نقول لك الله يعينك؟ لا لازم نفتخر، لأنه كنا عنا هيدا واجب وطني. ونحن اليوم بمرحلة جديدة، وأثبتت الانتخابات الأمور أكثر وأكثر، وأكدت أنه لبنان رايح على مرحلة جديدة، لأنه طريقة الانتخابات صارت طريقة ديمقراطية وشفافة، ونعمل انتخابات مع أنه كل المعطيات، حتى رح أقول لك أكثر، في ناس راحوا انتخبوا بزيت نهار انتخاب وبعدهم مقتنعين انه ما في انتخابات كانت لاخر لحظه قايلين انه هيدي من الانجازات اللي قامت فيها الحكومه مع الانقاذ برئاسه دوله الرئيس نجيب ميقاتي، ومن النقاط اللي حطيناها الاساسيه بالحكومه اللي قدرنا انجزنا عليها، مثل كثير غير نقاط اللي العالم ما بتعرفها انه بس نحن بهالحكومه بالذات، وانا هي بحب ضوي عليها، لازم نضوي. حنحكي عن وزارتك والحكومه، بنرجع نحكي عن مجلس النواب. نعم. الحكومه هي كانت عم تسارع الوقت، لانه قد ما كان في ملفات عنا وقد ما في مشاكل وما كان عنا اي مقومات، يعني كلها على جهود شخصيه وعلى جهد دوله الرئيس والوزراء المجتمعين، وكنا نحس على طول عائله وحده، علينا مسؤوليه وحده قد ما فينا. يعني راح اعطيك اياها شيء وصفه شوي، هلا طلعت بالعربي الدارج، بحكيك بالعربي الدارج، مثل باخره عم تغرق، ونحن كنا عم نجدف هيدا قد ما فينا بكل طاقاتنا كلنا سوا، هيدا لنمشيها، لنجرب نمشيها، ونحن بنعتقد قد ما فينا مشينا. طبيعي اذا الأمور بدنا نمشي بهيدا التشبيه، يعني هيدي السفينه غرقانه، قدرتوا تطلعوها شوي على سطح البحر؟ ما حقلك وصلتوها على الشط، لانه بدها وقت. لا بعد اكيد بدها كثير وقت حتى نكون واضحين وصريحين، بس قدرنا وقفنا هيدا، ومثل ما قال دوله الرئيس ونحن كمان مقتنعين بهذا الشيء، حطينا السكه على الترين. اوكي، وهيدا كله بده وقت، ان كان بخطه التعافي ترين على السكة، دايما بقولها الشغلة ترين على السكة، وهذا كله بده وقت. أوكي، بده وقت وبده شغل وبده مفاوضات وبده صبر وبده حنكة وبده حكمة، فما بيصير الأمور على كنطاق دولي. أوكي، بهالأمور الهينة والسريعة، يعني منا كلها مشاكل 30 سنة تراكمات، 30 سنة تراكمات اقتصادية اجتماعية إدارية، ما انفجرت، نحن ما بنعتبرها انفجرت، جيتوا لقيتوها مفجرة، نحن استلمناها مفجرة، وهون كان دورنا قد ما فينا نرقب الصداع طبعا هيدي الامور كلها سوا. طب اليوم اذا بدي اخذك على وزاره الصناعه، قبل ما نحكي عن دورك كنائب لانه بعدك جديد، يعني اقل من شهر، اليوم وزاره الصناعه هالوزاره اللي استلمتها تقريبا من 9 أشهر، اذا بدي اقول، بتعتبر يمكن كيف بتقيم هيدي التجربه؟ اذا بدي اقول اليوم ليكي تجربه حلوه، تجربه كانت تشالنج طويل عريض، كانت تحدي، وانا هاي التحدي زاد فينا الانتاجيه اكثر واكثر، نقدر ننتج اكثر، نقدر نعطي اكثر، نقدر مثل ما بيقولوا نكسر راسنا، ما نروح على الاشياء الهينه، رحنا على الامور الصعبه بالمعطيات اللي عندنا. يعني مثلا شو اكبر تحدي كان عم بيواجهك بوزاره الصناعه؟ يعني اول الموارد البشريه، هيدي شغله كانت كثير صعبه، وبكثير بقصص قراراتنا وبخططنا يلي بننفذها، ان كان حتى بالتفتيش اما بالتنظيم اما
بوضع أكثر بالطرق القانونية، مساعدة قطاع الصناعي أكثر وأكثر يلي أنت بحاجة فيها لموارد بشرية يلي ما عنا إياها، وعندك أكثر حتى الموارد البشرية الموجودة ما عندنا القدرات، إن كان المالية إن كان التنقلية إن كان بعدنا طالعين من أزمة كورونا يلي كمان كانت مأثرة على الأجواء طبعا. كلها سوا والخوف كله على بعضه. بس يعني كمان أنا هون الشباب والصبايا اللي عنا بالوزارة قدروا عملوا قد ما فيهم وساعدوني أوكي قد ما فيهم لنقدر نعمل الماكسيموم المستطاع بهالمرحلة، بس الأمور كانت منا هينة وكتر خير الله. بعتقد وهيدا العالم بتقدر تحكم علينا، أنا ما بحب أحكم مع حالي. طيب الناس عادة ما بتشوف شو بيصير داخل الوزارات، يعني الناس بتشوف من برا وبتعرف أنت الغضب الشعبي اللي صاير على الطبقة السياسية كبير كتير يعني، ولا ترجع تقنعهم أنك أنت فعلا أنجزت بهيدي الوزارة بدك وقت طويل، يعني بدهم يشوفوا شيء على الأرض. الناس اليوم بتتساءل طيب وزير الصناعة شو أنجز، شو اختلف عن غير وزارة استلمت هاي الوزارة؟ شو بتعتبر حالك اليوم أنت لما تقعد بينك وبين حالك هالملفات بإيدك بتقول أنا فعلا أنجزت؟ الناس ما بتعرف طب شو أنجزت. خلينا نحطهم بالتدرج شوي بالتدرج طبعاً. بالتدرج كيف بالمواد الغذائية مثلا أوكي. نحن جربنا نعمل كتير ضوابط للمواد الغذائية، وحدي منا إذا بتذكري حملة اللبنة والجبنه قبل مرة طلعت معي بحلقه هيدا حكيناها، وهيدا عملنا لها آليه اللي ما كان لها آليه، وصنفنا المواد الغذائيه واعطاها تصنيفات وطلعنا مشيوا عليها المصانع. ايه مشيوا عليها المصانع. هل كان عم بيكون مراقبه ولا لانه الناس تعودت هون كل شيء بالواسطه لكن الاعلام بيلعب دور والعالم، ونحن كمان بالحملات الاعلاميه طلعنا وهالقصص واخذنا كثير من الاجراءات، سكرنا كثير من المعامل. واحدة من الإجراء اللي ساعد هيدا الموضوع هي في قرار أخذناه، هو المحل أما السوبر ماركت أما أي شيء اللي هو بيبيع للمستهلك ممنوع يشتري إلا من محل مرخص يكون عنده ملف عنده رخصة. فهيدي ساعدتنا شوي لأنه دايما كنا التحدي تبعنا كان أنه بالإمكانيات اللي عنا كيف منا نجرب نضبط التهريب والمعامل غير شرعية والمعامل اللي عم تشتغل بلا مواصفات وبلا قصص. هون طلعنا بقرار انه السوبر ماركت ليشتري من هذا المعمل ويحط الاغراض على الشلف بده يكون عنده رخصة صناعية مثلا. هاي دي هيك بتراقبه اكتر، هاي مش براقبه، هاي عملت صار السوبر أكثر. ماركت صار عليه مسؤولية لانه اذا اشترى بضاعة من واحد منه مرخص صارت مسؤولية السوبر ماركت اكتر من مسؤولية المصنع. وهي دي يعني بعدد من المصانع قالوا انه زادت عندهم الشغل وعملت ضوابط من الموضوع، يعني صار كل ملف بضاعة بتنباع بالسوبر ماركت عندها ملف الاوراق الثبوتية تبعها مرخصة شركة رسمية بتدفع الضرائب وهيدا، هيدي اوننت شوي هيدا الموضوع وساعدت القطاع وبلس زادت المبيعات وصار في ضوابط. الناس اللي أكيد. مش عم تمشي بالقانون هيدي يعني. دايما كنا نروح فيها بالطريقة مثل ما بيسموها الذكية، القرارات الذكية، يعني اليوم بدك تغيري الفكر، لأنه نحن اليوم ما عنا القدرات، وقد ما فينا يعني في كتير معامل مواد غذائية، ما لنا وقت كتير، فهيدي كانت من القرارات اللي سرعت وحطت ضوابط كرمال المواد الغذائية، وساعدت القرارات اللي نحن طالعناها بالمواد الغذائية، خاصة بالألبان والأجبان وكل المنتجات اللي تصنع. في قرار ومشوا عليها التجار. ايه مشوا عليها، ايه مشوا عليها. في قرارات في بعض الناس ما مشوا هلا بضل فيه، يعني ما في انا اجزم دائما 100% وانا هون. طب في حدا من اللي ما مشي بهيدي القرارات تلقى العقوبات؟ يعني ما هو الناس بس ياخذوا عقوبات بتتسكر السوبر ماركت تبعهم بصير غيرهم يخاف ويقول انا لا صار ماشي القانون بهيدا البلد. ليكي صدقيني اي شكوى اجتني اما اي شغلي عرفت عنها، وفي كتير قضايا انا كنت اوقات راقبها شخصيا كنا ناخذ كل الاجراءات اللازمه. بهذا الموضوع ما كنا نضوي عليه لانه نحن ما كان بهمنا مثل ما بيقولوا نشهر قد ما نقدر نضبط ونقونن، يعني ما بهمنا التشهير بهذا الموضوع. ما انا ضد هذه الفكره، انا نحن دورنا على طول نساعد
هلا انه انت انسان مسالم ما بدك تشهر ولا لانه الوضع الاقتصادي ما بيسمح لا هي على المالتين يعني اليوم قصه انا التشهير انا انسان ضده انا دائما يا يعني اذا انسان غلط 100% بسكره تسكير نهائي وبيطلع برات اللعبه بس اذا انسان عنده شويه اغلاط اما عنده مثل ما بيقولوا عدم علم بالموضوع بنساعده بنعطيه فرصة أول مرة بنرجع بنعطيه تاني مرة إذا ما استجيب ساعتها بناخد منه الإجراء فبنفتح المجالات لنكون حد الصناعيين حد المعامل لنقوننون نساعدون نحطهم على إطارهم لأنه هدفنا نحن بالنهاية اليوم قد ما فينا قطاع الصناعة بلبنان نرجعه عن مركزه اللي كان قبل 75 اللي كان له دور الصناعة كان له دور كتير كبير أساسي بالاقتصاد اللبناني فهيدي وحدة من الأدوار اللي يعني هيدا من الإنجاز فيها. الأهم اللي بتعتبره صار بوزارة الصناعة في كتير إنجازات لا هيدا واحد هذا إنجاز واحد أوكي. أهم إذا أنتقل لرقم اثنين في عندك رقم اثنين كان في عنا إنجاز نحن بتعرفي مشهورين بالصناعات الكيميائية هون نحن أخذنا مثلا قرار بإلزامية وجود مهندسين كيميائيين بالصناعات الكيميائية هيدي لا إلا كان إلا عدة نقاط نقطة واحدة هي السلامة العامة للمصنع وللعاملين فيه ولكل شيء اثنين للمواصفات ليكون في المواصفات السليمة ثلاثة فتحت مجالات لتوظيفات بفوق 1000 مهندس كيميائي يعني هلأ موجود هيك توظف؟ يعني مفروض يعني عم بيتوظفوا لأنه اليوم نحن في كتير ضوابط ما بنعطي شهادة صناعية إلا ما يفرجينا عاد ورحنا بفكرة كيف الفرمشية لازم يكون في حكيمة فرمسيا زيت الشيء رحنا بزيت الفكرة وبزيت الطريقة إنه يكون في حكيم إنه يكون في كيميائي مهندس كيميائي بكل شيء الأشغال يلي تدخل فيها البضائع الكيميائية يلي هيدي ما كانت موجودة وكله بيعترف كانه كان بالعرف إنه أنا أهلي علموني أما أي شيء بس اليوم العالم ليه ما كانت موجودة يعني غير وزراء ليه ما بينتبهوا له مثلا وهيدي من الأشياء المهمة لازم تكون بالمصانع الكيميائية شو حجتهم لغير وزراء ما بعرف مثلا أنا ما في جواب عن الماضي والماضي أنا لا ولكن هيك السؤال أنا يعني. بتعلم الماضي ما يعني بتعلم الماضي بشوف شو صار بالماضي يمكن كان عندهم إنجازات بغير محلات مش بهذا الدومين في نقطة كتير أساسية كان بلبنان شغلي كان بعده يفوت مثلا الليد بالمواد الكيميائية وهذا ممنوع عالميا يعني هذا اتخذ قرار فوري وقفنا استيراد كل شيء المواد الكيميائية اللي فيها الليد لأنه هذا ممنوع عالميا هيدي من القضايا اشتغلنا كتير على قصة المواصفات يعني اشتغلنا نحن بتعرفي بوزارة الصناعة عنا مؤسستين تابعين إلنا وحدة اسمها ليبنور هي المواصفات والمقاييس وحدة معهد البحوث الصناعية هاو كتير تعاوننا نحن وياهن هاو دي من الاشياء لما سألتيني على البند الاولاني يلي تعاوننا نحن وياهن بالضوابط بالفحوصات يعني بناخد عينات بدون ما يعرفوا المعامل اما المصانع بالمواد الغذائية بنروح بناخد عينات من السوبر ماركت اما من المحلات وبنعملها فحوصاتها وعلى ضوءها بنتحرك ضمن المصانع يعني حتى نأكد انه فريق العمل اللي حولك كان عم يتعاون معك لانه بتعرف كان معود يعني المدراء العامين اللي بيكونوا معك بالوزاره بيكونوا تعودوا على سيستم غير وزراء، هل يا ترى كانوا عم يتعاونوا لا معك؟ بالعكس كان في تعاون كلي من المدير العام ورؤساء المصالح بالعكس يعني كانوا كتير محمسين بالموضوع كانوا محمسين للتغيير؟ كانوا محمسين على التغيير كانوا بحاجه للتغيير لانه اليوم كانت شوي قصة وزارة الصناعة بتعرفي كنا هي ما دخل وزارة الصناعة قد ما هي كانت السياسة العامة بالبلد اللي هي كانت سياسة ريعية ما كانت انتاجية طبعا هلا الظرف اللي صار ظرف الاقتصادي اقتضى انه يكون اقتضى انه تتحول وهي هيدي تحول طبيعي صار انه صار الاتجاهات على الصناعات المحلية وصار في تضوي اضاءة اكثر على الصناعة وهون كان لنا دور وتعاوننا كتير مع جمعية الصناعيين بتحس انه هلا وزارة الصناعة تبلور دورة اكتر من ايه تبلور دورة اكتر بس تبلور دورة كتير وزارة الصناعة صار عندها دورة صار عندها وجودها صار عندها فعاليتها صار في كتير ضوابط بس انا رح اكون معك صريح مشوار طويل اوكي لانه اليوم نسيه
كدولة ككل الأمور كيف كانت متراكبة ومتروكة وهالقضايا، كوزارة الصناعة كانت مهملة كتير وبدها برامج تحديثية بكتبي أو ننتهى بقوانينا. لأنه بكل بلد بيكون وزارة الصناعة هي من أهم الوزارات عادة. كان في سياسة عامة بالماضي شريته ولا تربيته، هيدا الفكر اللي غيرناه اليوم، صار استيراد، صارت تربيته ولا شريته، ولا اشتريته لأنه العملة الصعبة هلا هي الحاجز الوحيد صحيح بين التاجر والمستهلك. صحيح. واليوم كنت مع الوزير علي حمية وزير الأشغال، دعاني لشيركو، كان في عنده، كان في مرفق بيروت مرفق مرسي عم بيمضوا اليوم MOU أو كي تبادل الخبرات والقصص بين مرسي وبين بيروت وبين بيروت. فهوني كان عندي مداخلة صغيرة، وهي المداخلة لأنه كنت عم اطلع على المرفق، لأنه نحن كنا مرفق بيروت. قلت كلمة وبهم وبحب نشتغل على الكلمة، كلنا سوا نتعاون، أنه هذا المرفق لتصدير البضائع ليس لتصدير البشر. هذا المرفق لتصدير البضائع اللبنانية وليس لتصدير البشر. الله يرحم جميع الشهداء. أكيد أكيد 100%. وعلى أمل يصير هذا المرفق جهة التصدير فيه أكثر من الاستيراد مع الوقت، مش دغري إذا يعني. الله راد. ليكي في خطط كتير عملية مثل ما شرحت لك، في كتير أمور، يعني هاي الحكومة عندها كتير مشاريع وكتير قضايا، بس الوقت يعني نحن بلشنا تنسيش مرانا بثلاث شهور. هلا أنت بحكومة تصريف أعمال، نعم. يعني هل بعدك عم تشتغل على قرارات؟ عادة وزير بحكومة تصريف أعمال بيقدر يشتغل على قرارات. نحن مكفيين، نحن عم ندير إداراتنا 100% لأنه ما عنا هيدا العامل. وحتى المراسيم يعني اليوم اللي بالتصريف الأعمال هي ما في اجتماعات حكومية، ما فيك، ولكن ما فيك إذا عجزنا شيء ضروري للضرورة الطارئة هيدا في نعمل مرسوم قرار بمضى مني بينراح عند دولة الرئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، بينراح عند فخامة الرئيس. هيدي من المراسيم الملحة أما الضرورية اللي هي بحاجة بيكون فيها البلد أي شيء بحاجة ضرورية. والقرارات الباقية نحن كلها فعالة، هي ما بحق لك تعملي عبء مالي على الدولة، ما في لك حق تعملي معاهدات دولية. هذا ودولة الرئيس مصر أنه نحن نضلنا نمشي شؤون العالم على الماكسيموم، اوكي، يعني ما نوقف هذا الموضوع لانه طب اليوم الصناعه وصلت لمطرح عنا بلبنان تقدر تفوت العمله الصعبه اللي نحن اليوم بامس الحاجه لها، هل قدرتوا تعملوا اي خطه لهيدا الموضوع؟ يعني الناس شافت هيدا الشيء؟ اكيد اليوم هي، اليوم هي اكبر مصدر للعمله الخضرة، العملة الغمر الخضرة نسميها بهالمنطلق، هي كان لها دور فيها الصناعة. اليوم البضائع اللبنانية منتشرة بكل دول العالم. وين أكثر شيء مع أي دول أكثر شيء تعاونتوا؟ يعني وين تم التصدير؟ ليكي عندك الدول العربية، أوكي، مع إنه في عنا مشكلة تبع السعودية يلي اليوم ان شاء الله بالقريب العاجل كمان بتنحل بعدها المشكله، مش بوطئتها القويه اللي كانت فيها بالاول، بس انه بعدها موجوده وان شاء الله بالقريب العاجل هاي بتنحل. اشتغلنا كثير على سوق العراق، هيدا في عنا الاسواق الاوروبيه، عنا الاسواق الافريقيه يلي اليوم كثير الاوروبيه. شو صدرتوا لها؟ كثير مواد غذائيه، بيروح كثير مواد غذائيه على شو اكثر مواد غذائيه تطلب الى الخارج لبرا لاوروبا وافريقيا؟ وحده منها الطحينه. هلا الصناعيين اللي عم يحضرونا اكيد بهمهم هذا الموضوع. هي طحينه، وحده منها الطحينه. الطحينه مش الطحينه. الطحينه هي من اهم مواد تتصدر. وعندي كل شيء المعلق. انا افتكرت الطحين، قلت نحن على طول عندنا معاناه بموضوع الطحين، يعني هلا حسب ما اريد انه الطحين بكفي بس 20 يوم، يعني على طول عندنا هيدا السيناريو اللي بنسمعه نحن. ايه عندك طحينه، عندك كثير معلبات اللي هي المنتجات اللبنانية، الفول والحمص والفاصوليا والعدس
وكل هالمشتقات. عندي كتير حلويات بتصدر، كتير حلويات عندك، عصائر بتصدر، عندك تشيبس بتصدر، عندنا كتير كتير المنتجات يلي بتتصدر. هل حاولت تخلق مثل زيت الزيتون يلي هي من الاشياء المهمه يلي بلبنان؟ طبعا الزيتون كتير اشياء، يعني الزعتر يلي هو هذا منتج لبناني نسميه، وان شاء الله قريبا الكحول، العرق، الكحول، المبيد، العرق، البيره، هيدي الاشياء مثل بسموه انرجي درينكس وما انرجي نو بالعالم، المواد الغذائيه والمشروبات الكحوليه نو. تعتبر هيدي السنه او هالسنتين يعني هالسنه اللي كنت انت فيها بالوزاره كانت نسبه التصدير اكبر من السنوات السابقه اذا قارنتوها؟ هي عم بتزيد، هي تنسيش كانت الى مكانتها، اجت قصة الكورونا اللي عم خففت هيدا الامور. بضل طب اذا بدي اقارنها لقبل كورونا تطلع. انا كيف ايه عم تطلع يعني بعد ما عندناش الارقام الدقيقة، بس اللي بقدر بلك لانه انا بيطلع عندي زون التصدير بقدر اشوفها عم تطلع وواعدي اكثر وبعد. طب حاولت تمشي على خطة مثل ما بقولوا مشرقية عربية بين الأردن، العراق، سوريا، تبادل السلع الغذائية يعني بعملتنا وعملتهم؟ هيدا السوق على طول بينحكى عنه، هل قدرت تعمل مع شي بلد هيك معاهدة؟ ليكي عملنا معاهدة نحن مع الدولة العراقية اوكي، فعلناها. هي بقصة التبادل التجاري الصناعي بينه وبينه والتعاون على هذا القطاع. شو التسهيلات اللي صارت للمصدر يعني اليوم انا اذا عندي مصنع؟ مثلا كان في تسهيلات، كان بالاول في عندك بعض من البضائع يلي كانت ما تفوت على العراق، هيدي سمحونا نصدرها. عندك العصائر، كان في تشيبس وكان في كذا كم ايتم يلي كان من الاشياء الاساسيه، هيدي صار فيهم يفوتوها، صار فيهم يفوتوها. هيدا القرار من شهر ونص شهرين. بالنسبه كالدوله العراقيه بتعرفي اجى وزير الصناعه العراقي إذا عملنا زيارة، وحدة من البواحثات صارت هي كانت في هي بإنشاء منطقة اقتصادية عراقية أردنية لبنانية مشتركة، وهي المنطقة بتكون مثل زون فرانش كبير أوكي، هذا منطقة صناعية كلها سوا، وهون كل المنتجات هاي بتروح لهي الدول هيدا، وبتفتح مجالات من هاي المنطقة لدول الخليج، لدول شمال افريقيا وكلها القضايا كلها. في هيدا المشروع بعده ضمن الدرس وضمن التباحث، بعد ما تنفذ بعده عم يندرس هذا ان شاء الله. هلا بالايام بتعرف هلا الصناعي اللبناني حاجه انه يصدر بضاعته ليقدر ياخذ عمله صعبه ويقدر يرجع يجدد بضاعته ويشتغل يعني أكيد. لانه اذا بضل ضمن لبنان كارثه. لا ضمن لبنان هو مثل ما بيقولوا سندي او السوق اللبناني بتسلو سندي قليلة، هو اليوم هي كتير التصدير. كتير عم نشتغل مع الملحقين الاقتصاديين، وانا هون بدعي جميع الصناعيين الملحقين الاقتصاديين. الدولة اللبنانية هي وجدت فكرة الملحقين الاقتصاديين هن لدعم الصناعيين بالذات الملحق الاقتصادي بكل سفارة، بالسفارات في عنا 18 ملحق اقتصادي بكل سفارة. وحتى كانت الميزانية كدولة انه هو بيقبضوا فريش دولار، كانت الميزانية هذا انا تواصلت وقتها مع الوزير عبد الله ابو حبيب ودعم هاي الفكرة، وزير خارجية ودعم الفكرة، وبعدنا نحن مستمرين. هذا نوع من الدعم الدولة اللبنانية عملته عن طريق الملحقين الاقتصاديين هي لتسويق المنتجات اللبنانية بالدول يلي هن فيها. أوكي. يعني مساعدة الصناعيين على هذا الموضوع، وهيدا أنا بطلب من كل واحد صناعي في يتصل بالملحق الاقتصادي تبع كل سفارة، يبعث له المعلومات اللي عنده، السايت شو البضائع اللي عنده، وهيدا هو بيسوق له، هو بيكون اللينك يعني بحط المساعد الأول، المساعد يعني الأولوية، بوجهه بيعطيه التعليمات، بيعرفه بيقول له شو في معارض، بيعرفه على شركات، يعني بتصير على الخريطة الصناعية اللي نحن هون عم بيكون دورنا نحطها بالعالمية. طب هل كان في دور مصر كمان كنتوا عم تصدروا على مصر؟ تعرف مصر 120 مليون يعني التصدير لإلها مجدي مثل ما بقولوا. صح، هلا السوق المصري في بعض البضائع يلي بتروح فيها على مصر مش كلها سوا، لأن بتعرفي مصر كبيرة دولة مصنعة والقصص وهيدا. في بعض البضائع بتروح على مصر، لأن الأسواق الواعدة المهمة بالمواد الغذائية وهذا هي أوروبا. إذا فرنسا بلشت كثير تستورد من البضائع. شو عم تستورد فرنسا؟
كل شيء، أغلبية القضايا كل شيء مأكولات اللبنانية. وهون نحن بس أكيد أثرت الحلبة الروسية الإيرانية هلا مؤخرا ولا ما دخل؟ ما دخل هيدي بهيدي. نو نو عندنا كمان البهارات بتروح كثير على الاتحاد الأوروبي، عندنا قصص البهارات كمان. هلا تذكرتها. هلا تذكرتها هذيك الجمعة. بتعرف لازم نوضح للمشاهدين، لأنه لازم الصناعي يمكن ما بيكون منتبه لبعض الأمور. 100% يعني هلا هيدي الملحق الاقتصادي بيكون منه كثير منتبه له. إي عندنا الملحقين الاقتصاديين، عندنا مثلا نحن مضينا ام او يو مع ان جي او هي اسمها فير تريد، اللي هي بتاخذ البضائع بيال اللبنانيه وهي بتسواها باوروبا وهي بتشتريها منك مثلا. فهمت كيف؟ يعني هي بتاخذ منك البضائع وهي بتسواها بالاتحاد الاوروبي. كان لهم دور طلعوا فيه على كارفور، فوتوا على كارفور، وهيدا ام او يو مضته وزاره الصناعه معهم اول ما بلشنا بالوزاره. هيدا يعني جملة إنجازات أنا عم شوف. أي في كتير بعد إن الإنجازات، صدقيني إني كان في كتير قضايا. واحدة من القضايا كمان عملنا الديفينيشن تبع الاس ام ايز، يلي هي سمول ميديوم انتربرايز، مايكرو سمول ميديوم انتربرايز، هيدي لتحفيز الصناعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة. كمان نقوننهم يعني الناس اللي عندها وهي من صفر لخمسة موظفين، من 5 ل 20. كمان كنتوا عم بتشجعوها. هيدي هلا نحن عم نحط لها آليتها، طلعنا القرار فيها كاس ام ايز مشان يصدروا كمان لبرا. لا هودي بيطلع لهم شهادات صناعيه لنساعدهم على التصدير. اوكي. هودي بس بدنا نقوننهم، اول شيء بدنا نقوننهم بلبنان. سوري. بتعرفي اليوم في كثير صناعات بيتيه. صح. عيله. هودي بدنا نقوننهم اول شيء، نحطهم بالاطار القانوني تبعهم، نساعدهم بالمواصفات وبالمقاييس وكيف المنتج يطلع، نساعدهم بالباكينج، لانه اليوم بتعرفي بجمعيه الصناعيين في شيء اسمه حدا لي بون باك. اللي هي بتساعد على الباكجينج، بتعطيك التصور والتعبئه وبتعمل لك الديزاين والقصص، هذا كله موجود، الدوله موجوده ومؤسساتها موجوده والجمعيات والنقابات كمان موجودة. هي هيدي في شيء أساسي هو التواصل، ما فيها التواصل يعني عنا لنقدر نحن نطلع بإشياء نتقدم، هي عالم التواصل. عالم التواصل كتير مهم، وعالم السؤال كتير مهم، وعالم البحث عنا. وبالدولة اللبنانية عنا بس السؤال يعني بتلاقي على طول، وهيدا انا اليوم كثير بشد على المواطن اللبناني يسال على هل موجود ام مش موجود. يعني ان شاء الله تكون الاسئله اللي عم بسالها اليوم تكون وافيه للصناعيين ان شاء الله. هيدا كثير بنضوي عليها، مثلا انه في كثير عالم ما كنت سمعاني بلبنور، مؤسسه المواصفات والمقاييس اللي هي موجوده من سنه 1960. يعني هيدي بتهيلك حياتك. مثلا شو معناتها؟ بدك تساوي منتج مواد غذائيه مثلا، بتيجي بتقولي بدي صنع هذا المنتج هذا المنتج هذا المنتج، بيعطوكي شو المواصفات، كيف بتركبي، اللي هي مواصفه لبنانيه، وهي المواصفه معتمده بدول العالم. يعني كل بلد لها معتمد، وهي المواصفه مسجله بجمعيه المواصفات العالميه بالكوفاكس. فهمت عليكي؟ يعني ودائما انا بقول اوكي نمشي من اول الطريق على الطريق الصحيح نوصل على الهدف، بس اذا دائما بنمشي على التزاكي لا التزاكي هي دائما التزاكي مكلفة اكثر ووقت اكثر وما في رؤيه بتكون واضحه، بتصير كله صح. بالصدف صح. بينما اذا كله بنمشي فيه ضمن خطط، يعني نكون بروجراماتيك. فهمت علي كيف؟ واحد اثنين ثلاثه، إذا أخذتي مواصفة وأنت طلعتي المنتج حطيتي عليها هاي المواصفة المعتمدة بلبنان، هي وبتحطي على المنتج هذا الشعار، ويلي اليوم بعبر شاشتك بدي شد، وهيدا قريبا جدا أنا صرت نطلع تعميمين، هلا بدي أطلع تعميم رسمي فيه 100% نهائي، قول للمواطن عنه المنتجات اللبنانية كل شيء خاصة بالمواد الغذائية بدي يكون عليها إشارة لبنور، يعني مطابقة للمواصفات اللبنانية. هي إشارتها شو لونها؟ بتيجي مثل أرزة. مثل أرزة صح. مثل أرزة مرة بعتقد فرجينيها. وهي محطوط NL وإلى رقم.
هي المواصفه لها رقم مثل اي برودوي بتشتري طلياني اي ال يعني ايطاليان لا ان ال ليبانيز نورم نو اي ان مثلا ايطاليان نورم اف ان مثلا كل بلد الا هيدا نحن ليبانيز نورم اوكي فهيدي المواصفه وهيدا بيكون لها رقم وهيدي بتكون هيدا المنتج مثل اخذ نوع من السيرتيفيكت الاوليه انه هيدا المواصفه مضبوطه المواصفه سليمه ما هون اذا بتتذكري بمراحل الماضيه لما كان في فوضى باللبنه والدهن المهدرج وهيدا نحن اليوم جينا شو قلنا اللبنه كان براند اللبنه هو من الحليب الطازج هلا حبي تعملي إليك حق تعملي بزيت النباتي مش بالدهن المهدرج بالزيت النباتي يعني كرافت وهيدا كله جبنة مصنعة منا جبنة طبيعية هيدا بتسميها مالك حق تسمي لبنة بتسميها اسم تاني نقي اسم أوكي. براند إليك بتسجليها وهيدا في بعض المصانع هون بتنظيم هاي الألية هيداك صار حقه رخيص هني ايش كانوا يبيعوا بالأول اعتبري كيلو اللبنة رح نروح 50,000 كانوا يعملوا المزود بس ماشي يعني معلش 100,000 اوكي كانوا يعملوا هذا المزور بيعوا ب 60,000 ليضاربوا ال 100,000 اللبنه تحت شعار اللبنه لا اللبنه اليوم 100,000 وهذا صار ب 50,000 بس باسمه والمستهلك عرفين انه هيدي مش من حليب هيدا من زيت نباتي هيدا محضر غذائي هلا المستهلك عادة ما بينتبه لهول التفاصيل لا أنا بهمني ينتبه عليهم واليوم صاروا إذا بينتبهوا كتير بكتير قضايا اللبنة والجبنة هاي بيلاقوا محضر غذائي غير أوتنتيك يلي هو اللبنة والجبنة المعمول من الحليب الطازج أما البودرة اللي هني هاو بفوتوا بهدي هيدي كل شيء بفوت تحت المحضر الغذائي أوكي طيب بفتكر يمكن المشاهدين أخذوا اللمحة العامة عن إنجازات وزارة الصناعة وبفتكر يمكن جاوبنا على بعض الأسئلة أو كتير من الأسئلة اللي كانوا هن بحاجة يعرفوا جواباتها رح أنقلك أنا للعمل الجديد اللي هو العمل النيابي مع أنه بحب أنا الصناعة بدنا نحكي بالصناعة كتير بدك تحكي بعد الصناعة يعني بحب أحكي بحب الصناعة بحب على العالم الصناعة لأنه أنت جاي من عالم الصناعة يعني هيدا واحد بتلبق لك مثل ما بقوله وخليني أقول لك إياها شغلي الرجل المناسب في المكان المناسب هي خلق هي خلاقة أنت بدي إيه عم تخلقي عم تخلقي شيء عم بتحوريه الحديث عنه حلو ما أنا ايه؟ يعني شايفة هيدا الشغف اللي عم تحكي فيه أنت الحديث عن الصناعة حلو يعني اليوم مثلا كنت بالمطار مع دولة الرئيس نجيب معادي كان عندكم جولة رح أحكي عنها هيدي الجولة اللي صارت ايه كنت بدي أعمل مداخلة يفوت فيها كالصناعة السياحية اللي هي يعني صناعة السياحة يعني السياحة هي صناعة أنت اليوم السيرفيسز هي صناعة صناعة هي كل شيء يعني حضرتك بس تطبخي أكلة عم تصنعي عم بتصنعي صناعة فنية. كل شيء الصناعة فنية فن الطبخ صناعة هي بتدخل بكل شيء هي الصناعة يعني كلمة صح. كتير واسعة كتير عميقة إلى كتير معاني خليني أحكي شوي عن هذه الجولة قبل ما بلش بالعمل النيابي الجولة اللي قمتوا فيها اليوم يعني هل الناس طبعا تعرف مبلومة لأنه السلبية صارت عندهم يمكن صفة مبلومة لأنه اللي صار باللبناني يعني منيح اللي بعده واقف على إجريه ومنيح اللي عنده هالنفس الطويل اللي يقدر يحكي فيه يعني اليوم حسب ما سمعت من وزير السياحة ومن كمان رئيس الحكومة نجيب ميقاتين قال أنه رح يكون في بمعدل 12,000 زائر كل يوم يعني بعد 3 شهور رحنا رح نشوف بمعدل مليون سائح مليون 200,000 سائح إذا الله راد رح الناس طبعا لقلك شوية ردود الفعل أنه لا أكيد ما عم يحكوا الحق وأكيد ما عم يحكوا الصراحة ورح يكون الكل لبناني وما رح يكون في سواح أردنية أو عراقية أو مثل ما عم ينحكى أو مصرية الحقيقة شو يعني وهل هالمطار رح يقدر يستوعب نحن حسب ما نشوفه من سافر يعني معلش خلينا نقول على الهوى اليوم لأن المشاهدين بيعرفوا هيدا الشيء منلاقي ما في عناصر أمن عام كتير عم تتواجد عجقة كتير ونحن بعدنا مش بموسم سياحي كيف رح تقدروا تضبطوا هيدا الوضع وساعات ما عم بيكون في أي سي بالمطار اليوم زيارة دولة الرئيس ومشاركتنا معه نحن بزيارة كان دولة الرئيس مصر ومع وزير الأشغال مصرين على نشوف شو عنا نواقص وشواغر ومشاكل
شو أهم النواقص؟ يعني في كتير قصص شوية ديتيل، القصص هيدا الميت أجر الرمل، الأمن مثل قصة المكيفات، تأمين الطاقة، وين في محلات بدها صيانة، يعني فات دولة الرئيس والوزير عليه بكل التفاصيل وتسمع، صار في اجتماع وتسمع وشوف عنده. مش كأنه تأخرتوا شوي؟ لا مش يعني ما تأخر، يعني لكن منا قصة تأخر، في عندي نقطة بحب ضوي عليها. تفضل. ما بتعرفي قد ايه نحن بالنهار يعني بنكون رايحين باتجاه، قد ما في مشاكل وقد ما في امور بتصادفنا بالنهار بتلهينا عن الامور. انا معك انت كمواطنه لبنانيه بتفكري انه نحن كله لازم يكون عاملين له بريفنشن وعاملين له بلانينج وهيدا. انا في نقطه قلتها، بس هلا قطاع السياحه معول عليه لبنان، يعني ليكي وزير السياحه قام بدوره وهي القضايا. نحن جينا ناكد على كثير قضايا، وعم بقول لك يعني كزياره دوله الرئيس على المطار كانت زيارته ليسمع هو شخصيا وسمع بالقضايا شخصيا وعطى توجيهاته، والوزير علي كمان كان مساهم بهذا الموضوع، وهو مثل ما بيقولوا يوميا هو سهران على المطار، وانا بعرف قد ايه المطار اخذ من حياته من وقته ليضلوا ماشي الامور باحسن ما يكون، وان شاء الله راح تكون المرحله اللي فايتين فيها مأمن كل شيء ومنظم كل شيء على الماكسيموم. هاي واحد. اثنين، في نقطه هي نحن لو شو ما كان، وهيدي كانت قوتنا طول عمرنا نحن اللبنانيه، مرقنا بكتير أزمات وبنقدر نمرق أي أزمات، لأنه هيدي مثل ما بيقولوا القوة اللبنانية والعنفوان اللبناني والشخص اللبناني، هيدي قوته وهيدي سبب استمراريته، وهيك قدرنا قطعنا أزمات وأزمات، يعني وكل مرة أزمات بلون، كل أزمة بلون معين. هلا أزمة لونها أخضر. إيه هلا لا أزمة لون أخضر، يعني الأزمات كلها سوا. فقصت وكانوا واضحين انه 75% هني راح يكونوا على وزير السياحة من اللبنانيين و25% من المغتربين، يعني نحن عم نكون صريحين ما عم نعطي اوهام، وكل شيء عم نحكيه عم نحكيه بكل صراحة، وما عم نحكي قضايا شعبوية، بالعكس نحن عم نجرب قد ما فينا نحرك دورة الاقتصاد بالبلد، نساعد البلد لنقدر نقلع مثل ما قلت الترين على السكي، عم نجرب هالترين نبلش نحرك له دولاب وشوي. يعني اليوم انتم بتطمنوا هالزائر اللي بده يجي على لبنان؟ اكيد بطمنوا، ما رح يتعرض للصعوبات اللي بيتعرضها كل ما يجي على مطار لبنان؟ لا اكيد لا، من العجقه من النطره الطويله. هلا العجقه اول ما كان بتكون اذا في ضغط ثابت في مثلا 20 طياره، بس يكون في عدد كافي من الامن الامن العام وعناصر الجمرك، انا اكيد كل هيدي رح تتاخذ فيها الاجراءات، خاصه بعد الزياره اللي عم بقول لك، لانه اليوم نحكى فيها وتضوى فيها، حكى فيها من اكبر مرجع رسمي رئيس الحكومه، رئيس الحكومه هيدا. وبس انه اليوم مش انه بكره اذا ثابت في 20 طياره وصار في عجل نبلش نحطها على الفيسبوك. انا عندي هيدا الغلط اللي نحن بنعمله، هيدا الجلد بنفسنا، بالنهايه نحن عم نجلد حالنا. بكل المطارات بيكون في عجقه، بس خلينا نقول للمشاهدين انا عندي فتره الصيف هم اذا بدي اسافر، هم لوين وين ما كان، يعني ان كان بسافر لوين ما كان، لان المطارات الضغط عليها مش طبيعي، بده كل دول العالم، بكل دول العالم اليوم. ليش ما بيصوروا برا؟ نحن هون عنا لبنان، لانه نحن مثل ما بيقولوا نجلد نفسنا كثير، نجلد نفسنا وبنحب على طول تو كريتيزايز اور سيلف، ننتقد حالنا، ما بنعرف الفاليو تبع حالنا وما بنعرف الفاليو تبع بلدنا. انا عشت بالاغتراب، الاغتراب بيعرف الفاليو تبعنا اكثر، بيعرف قيمتنا اكثر لبنان. انت شوفي يعني عنده تعلق وبينطر اللحظة والدقيقة ليرجع على لبنان بكل ظروفنا وبكل خبريتنا، يعني إذا واحد بيقعد بيسمع الأخبار تعملي لها أناليزي بتحطيها على سيستم صافدور بفقع السيستم، مزبوط؟ أوكي، بس إنه في حب، نحن عنا ميزات، نحن شعبنا مميز، استقباله معاملته خدمته حتى خاصة بالدول العربية، يعني من أكثر الشباب والنساء اللي إنه بيرغبوا يوصفون عندهم، يعني من أشطر الناس، يعني عنا هالميزة، خلينا نعرف ميزتنا. وهون أنا مش هناك جمعة الجاي الزلرات رح أعطيكي خبر، تفضل. رح أعطي صورة على البضائع اللبنانية وحطها كبراند لبنانيز براند، هي مثل الزعتر، هي لبناني زيت، لا زيت زيتون، زيت زيتون أكيد، مش القلي عندك اللبني
اوكي عندك حمص. الصاج اذا بدك تروحي الصاج عندك وين حمص. رح تحطها؟ رح يطلع قرار فيها ونبلش نسوقها ونشتغل عليها از براند. يعني كيف اليوم بس تقولي الطلياني بتقولي له سباجيتي، خلينا نحن ناخذ البراندات تبعنا كالبرودكت يلي هيدي منتجات لبنانيه، هيدي لتساعد صوره لبنان بالصناعه انه نحن عندنا منتجات وعندنا كثير اكثرهم المنتجات. نعرف قيمه نفسنا. نحن لا نحن قوية كفرد. هيدي معروفين فيها بالعالم كله سوا، اثبتنا هذا الشيء. بس السر هو بس بنصير اقوى مليون مره لو نتكاتف مع بعض ونوقف كيديه نعمل مجموعات اوكي وبنحترم هالمكون اللبناني يلي هو ميزه لبنان هو مكوناته صح وهيدا سره يلي نحن مضيعينه صح بس نقتنع بهيدا السر انه مكونات اللبنانيه هي اللي عامله هالميزه اللبنانيه نرتاح هذا نرتاح وبنصير فكرنا انتاجي مش نكدي اما تدميري اما مثل ما بقولوا هو هذا الشيء اللي وصلنا له انا وياك حاطلع بريك لنرجع نحكي عن العمل النيابي مشاهدينا بريك وبرجع لكم رح ارجع انا وياك للعمل النيابي اللي انت جديده عليه يعني ما صار لك شهر تقريبا ولكن اكيد يعني لاحظت فروقات ما بين العمل الوزاري والعمل النيابي رغم انه بس جلستين شو الفروقات اللي لاحظتها اليوم؟ علم الوزاري هو علم تنفيذي علم العمل النيابي هو عمل استراتيجي وتاسيسي للمراحل اللي جايه ضمن الاوانين وضمن اللعبة السياسية يلي هيدي كتير ضروري الواحد يفهمها ليعرف كيف يمشي شؤون البلد يعني اليوم بالبلد نحن ما فينا نأسس لبنان لمنا إياه بالمناكفات أكيد نحن لنقدر نأسس هي بالتضامن وهي بالحكي أما المشاريع أما الأوانين الإنتاجية يلي هي بتصب بمصلحة الوطن ككل الوطن اللي بيشمل الدولة مواطن كل القضايا اللي كلها هي مترابطة وهيدي كلها بتصير ضمن التضامن بهذا التوجه يلي يعني. هلأ بالنسبة ل وهيدا كان حديثي لأنه هون كمان خبرتي وتعاطية بالوزارة خليني أشوف شو عنا عرائيل عم بتعرقل شؤون المواطن وشؤون الدولة وشؤون البلد تصير انتاجية هي عنا قوانين كلها بدها تحديث القوانين اللي عنا في عنا قوانين من سنة 1956 و57 و60 وهيدا قوانين ما تخزيني بهالكلمة أنا أعطيتها سميتها مثل تليفون بالزمانات أنت ما بتذكريها بس انا بتذكرها كان في تليفون هيدا له بكره لتاخذ الخط تجي الحراره ليجي الحراره عندنا قسم من الاوانين قسم كبير من الاوانين تبعنا هيدا ابو بكره يعني شو يعني ما فيها امل بدنا نضلنا ناطرين لتجي الحراره ماشي هي شغاله هي ماشي شغاله بس هي البيروقراطيه بدك معامله بتمضي لك 20 امضه وبتبرمي لك شيء 10 وزارات وهيدا مماطله عور او امضى ورا امضى وامضى ورا امضى يعني انا بشوفها وقت تجي عندي المعامله امضاوات وامضاوات وتقارير وامضاوات وتقارير يلي اليوم العالم تغير لبكي بلبكي اوكي يلي اليوم العالم تغير عالم الكتروني صرنا هلا ما هيدي وحده كان بالانجازات بدي افوت فيها على وزاره الصناعه يلي هو انا اذا الله راد ومخلص كل شيء صاري بس ناطر شوية تمويل وإن شاء الله قريبة من أمنه التمويل ومضينا الورقة تبعها القرار تبعها نحول وزارة الصناعة لديجيتال لإي جوفرمنت تكون أول إي جوفرمنت كله ديجيتال كله يطلع عن طريق الديجيتال أنت ببيتك بتطلع كتير من معاملاتك شهادة الصناعية البلد المنشأ كلها تسهيل هالمواصلات وتسهيل هالوقت لانه عامل الوقت ثمنه مصاري اليوم الوقت حقه مصاري بالزمان الوقت
ما كان فيه، يعني كانت الادارات كانت العالم تروح بعد الظهر تلبس بيجامه وتنام. صح مزبوط. اما اليوم ما في، صار الانسان بيوعى من الصبح بيركض 12 بالليل، تغير العالم. هيدي كمان وحده اذا بدنا نشبهها بالزمان، كانت العالم غير حياه، الدنيا كانت غير، الامور كانت غير. فهي وحده الاساسيه هي اليوم نحن نشتغل على ورشه تحديث الاوانين. اوكي، وانا من مهمتي اذا الاراد راح تكون هي تحديث قوانين وزارة الصناعة لتسهيل أمور وشؤون الصناعيين. أوكي، ونطورها. حضرتك حسب معرفتك ما فيك تكون باللجان. ما لي حق هلا، بس إنه أكيد في شارك بكل شيء، في عندي أقدم اقتراحات قوانين، في أعمل اقتراحات تحديث قوانين. أوكي، ما فيكم باللجان، بس في أحضر اللجان اللي أنا كمان كصفتي كوزير في أحضر اللجان. فيك تحضر. إيه أكيد. وتشارك الرأي أكيد. بشارك الرأي، ببدي الرأي. وانا بكل اللجان بالفتره اللي هيدي كانت شوي ممارستي كفهمت العمل النيابي، بس كنت بس بالوزاره نحن بكثير من اللجان انا شاركنا فيها، شاركنا بكثير القوانين، ابدينا الراي، وبصير تبادل الراي بين الوزاره وبين المجلس النيابي بكل شيء بالقوانين. يعني بصير في كثير تبادل الراي، وبينبعث القانون قبل ما يقر على الوزاره، والوزاره بتشوف اذا عندها اي شيء اسمه، يعني في كتير تبادل بين الوزارة والنيابة. من خلال يعني هالجلستين اللي كنت حضرتك فيهم، لشو فيني شبه شكل هيدا المجلس؟ هل بيدعو للتفاؤل أم عذرنا المسرحية اللي صارت أثناء انتخاب نائب رئيس المجلس واللي صار مبارح، مع أنه ما نقل على الهواء ونعرف كم شغلة من خلال بعض النواب، هل هيدا كمان بالشق التاني بيدعينا للتشاؤم يعني؟ ليكي أنا بلشت حديثي هي بقصة التضامن، وهي قصة عدم المنكفة. اليوم اللي عم بيصير لا بديمقراطية، هاي الديمقراطية. أوكي؟ ودولة الرئيس نبيه بري ما عم بيعارض بكل هودي القضايا، كله ضمن القانون والنظام عم بيمشي فيه، وشو عم بينطلب من أي كتلة أما أي شو اسمه، عم يمشي بإطارة، فهمت عليكي؟ وهون وشفت امبارح يعني أخذت محنا مثلاً معنا قصة انتخاب اللجين امبارح، أخذت للساعة 10 بالليل، وبعد ما خلصنا لنهار الجمعة. أوكي، هيدا حق، مع أنه هي التوافقية بهذا الموضوع هي الخط السليم، بس في فريق أراد تكون هيدي عن طريق الانتخابات، هيدا حق شرعي، وهيدا حق كل نايب من زملائي يطالب بهذا الشيء، وهذا الشيء اليوم عم بيطبق، وهيدي اللعبة الديمقراطية، وهي الصورة الجديدة تبع لبنان. فما في مشكلة، نحن مرحبين فيها هذا الموضوع، وخليها تمشي الأمور بهذا الإطار، بس دايما برجع بقولها ضمن أطرة وضمن نظام، ضمن النظام وضمن ما بتشوف أنه بعض النواب عم يستعرضوا، نخفف شوي الشعبويات والاستعراضات، لأنه الواقع الناس ما بقى غبية، الناس بتعرف مين عم يستعرض ومين عم بينفذ. إن شاء الله أنا هذا اللي يعني بعض النواب عم يستعرضوا فقط لا غير، والناس ما بقى غبية، بس خليني أخبركم يعني أنا معك بهذا الموضوع، بس خلينا نقول الناس ما بقى همها الحكي وما بقى همها استعراض وتقول لا أنا قوي وأنه خالف تعرف يعني، لا الناس بدها الشيء اللي عم بيصير على الأرض. إنتاجية، خلينا نحكي بالإنتاجية، خلينا نحكي يعني أنا بحب اسمع مشاريع انتاجية، بحب اسمع شيء الحكي اللي بيودي لشيء منتج، المنتج اوكي يلي نحكي فيه بوجع العالم، مش بوجع العالم بهيدا الحكي الشعبوي يلي بس انه نشتغله على الطرف الحساس، على الطرف الحساس تبعه، وبالنهايه جايبتي فاضي وما عم في بس ما بقى يهمها، ما عم في اتطبب وما عم في امن المدرسه، وما هو هيدا المواضيع اللي كلنا لازم نركز قوتنا عليها، مش انه والله ليكي قال جورج بوشكيان انسان عاطل ننبسط فيها، هيدا ما بينفع، او انه خلينا نحارب الرئيس بري هيدا شيء بينفع، انه حارب رئيس بري، الرئيس بري بالعكس كان كتير متجاوب وكان منفتح على الاخر بهيدا الموضوع، وكان عطاها اطرة الديمقراطية
وكان وانعملت الامور ضمن اطار الديمقراطيه. طيب انتم كحزب طشناك اتفقتوا بينكم يعني بالحزب على تسميه رئيس حكومه على اسم معين، او انتم كمان مع الطرح اللي عم بيقول لتسميه الرئيس نجيب مئاتي لحكومه جديده؟ نحن مع مصلحه لبنان ودوله الرئيس نجيب مئاتي. انا شخص بحكومته، انا شخص دوله الرئيس بحترمه وبجله، وبعرف انتاجيته، وبعرف قديه عم بيضحي وقديه عم بيعطي من وقته ومن حياته لمصلحه لبنان، اوكي؟ وبعرف انه هو الانسان رجل المرحله بامتياز. هو دوله الرئيس نجيب مئاتي بقولها بكل فخر وبقولها عن قناعه كامله، لانه انا بعد 8 اشهر كنت بفريق وزاري اشتغلنا مع دوله الرئيس، بنعرف كان عم بيركض قبلنا، نحن اوقات ما كناش عم نلحقه لمصلحه البلد. فاليوم المصلحه بتقتضي هذا الموضوع، ونحن اكيد مع كل شيء بيصب بمصلحه. في سؤال بيسالوه بعض الناس بما انه عم نحكي عن حزب الطشناك، وانتم حلفاء يعني مع التيار الوطني الحر، ولكن خلال الاربع سنوات الماضيه يعني بنشوف بعض الخلافات على بعض الملفات، يعني ما بتوافقون الراي بكل شيء. ليكي طشناك مع انه طشناك هو حزب مسالم، يعني هو كتلة، هي أول شيء طشناك هو كتلة نواب الأرمن يلي فيها بترأسها أمين عام حزب الطشناك يلي هو النائب أقوب بكر. ودائما حزب الطشناك وكتلة نواب الأرمن مع مصلحة الدولة اللبنانية، هيدا نحن توجهنا، هيدا نحن خطنا، خط المعارضة مش قوي كتير عندكم، يعني ما بتعارضوا؟ نحن بالعكس، نحن كل شيء بصب بمصلحة الدولة اللبنانية بصب بمصلحة الشعب اللبناني فقط لا غير. طب برأيك أنت الرئيس الحكومي اللي رح يكون جديد، إذا صار في رئيس حكومة، ما بعرف أنتم شو شايفين؟ إن شاء الله نحن شو عم ينحكى شو داخل المجلس؟ بعد بتعرفي في كانت صارت الانتخابات النيابيه، خلصنا واللجان، قصه اللجان ما قصه ما بعد اللجان. ما بعد اللجان تنسيش هلا عنا كمان قصه الخط، حنحكي عنه شوي هلا، هيدي كلها سوا. هيدا اكيد رح تبلش الاستشارات النيابيه وعلى ضوءها بتتوضح الصوره. هي مراحل قطعت اول مرحله. حامشي انا وياك باثنين سيناريو اليوم لناخذ رايك بهذا الموضوع. افتراضا صار في رئيس حكومه جديد، ممكن يكون مئاتي، ممكن يكون اسم ثاني، يعني هيدا لعبه ديمقراطيه برجع بقول. هل رح يقدر يشكل او رح نوقع بنفس الفخ اللي عم نوقع فيه صلنا سنتين، وهو التعطيل في تشكيل الحكومه السريع؟ ان شاء الله لا. يعني ان شاء الله لا، بس ما في، بتعرفي اليوم اللعبه السياسيه والقضايا وطلبات الكتل يعني اليوم تنسيش في عنا تغيرت الاشياء شوي. يعني اليوم الديناميكيه اللي كانت فيها قبل انتخابات نيابيه صار في غير ديناميكيه اليوم. مزبوط ام لا؟ صح. على ضوء الديناميكيه الجديده هي بتحدد. طب اذا بدي روح بالسيناريو الثاني، انا رح تضل حكومة تصريف أعمال ورح يصير في عنا فراغ رئاسي، لأنه الناس بتقول أنه رح نرجع لما فترة قبل 6 سنوات وقت كان عنا فراغ رئاسي كمان استمر لسنتين ونص، سنتين ونص تقريبا قبل الانتخاب الرئيس عون. البلد اللي هو يعني هو بالمجهول، نحن هلأ بالمجهول، يعني ما عم نعرف نحن وين رايحين، كل يوم بيومه مثل ما بقوله، لوين رح يروح أكتر؟ هيدا التخوف اللي عايشينه، الرعب اللي عايشه الناس بلبنان. ليك يكوني اكيد الرؤساء الثلاثه والحكومه اليوم اللي هي مستقيله ما راح يتركوا، ومجلس النيابي ما راح يتركوا البلد يوصل لهون. واذا بتسمعي كثير من تصريحات وهيدا اليوم موجوده بالدستور، هو بالامور الاساسيه البلد ما بيوقف، في المصلحه العليا دائما تبع البلد ما بتوقف، بتضل الامور تمشي. اوكي، وكوني اكيد الرؤساء الثلاثة ما بيوقفوا ما رح يسمحوا أن نفوت بالمجهول هالقد؟ ما بعتقد. برأيك أنت بيكون في انتخاب رئيس؟ إذا صارت في حكومة وتشكلت بيكون من بعدها في انتخاب رئيس؟ ما بدك نكون صريحين؟ إيه، الناس بدها الصراحة، على شوف الناس ما بقى هيدا الموضوع تعبت من السيناريو. هيدا الموضوع شوي إقليمي دولي. بإيد مين؟ إقليمي دولي.
اوكي يعني ما في طرف، هي في عده اطراف وكذا سوا، خلينا نكون واعيين. هي على ضوء التطورات بالمنطقه، على ضوء التطورات بدها تصير، على ضوء بتتبلور الامور اكثر واكثر. ايه بس ولكن في حس تشاؤم، واذا تشاؤم سوري اذا بدنا نقول هلا على ضوء التطورات الاقليميه خاصه بين امريكا وايران مؤخرا من كم يوم سمعناها. ليكي بالسياسه الامور بتتغير بتتبدل، صح، بين يوم ويوم ولحظه يوم ولحظه يوم ما بقوله، ففينا نستبق الامور. كنا حكينا من الاول نكون ايجابيه، خلينا دائما نشوف ايجابيه. نحن بنعتقد ما نحن لو ما الإيجابية اللي عايش فيها الشعب اللبناني برأيك أنت بعده عايش اليوم حسب ما بنسمع من الناس أنه المطاعم مليانة والسهرات مليانة. صحيح. وأنا مبسوطة طبعا. خلي الناس تنبسط، يعني في ناس تنتقد بتقول كيف تقدروا تظهروا، يعني لا يكمل حياته الواحد 100% 100%. ليكي هون هذا الإطار، خلينا نقول مثل ما قلنا وقت قصة الانتخابات النيابية ما راح تصير وما راح تصير. لآخر يوم كان عم بقوله كان مع أحد المحللين السياسيين. قصة بالبرلمان كمان انتخاب دولة الرئيس كمان صارت، وصار في انتخاب. صح. وقصة الليجير كمان مشيت. صح. وكله خلينا نعطيها كله إطاره ولعبته ووقته 100% كله، وخلينا نروح بالإيجابية. بالإيجابية. لأنه وكله بيصير. ولكن سؤالي هلا ما بيحتوي ايجابيه بموضوع ترسيم الحدود، بعد معي 5 دقائق بس تنتهي حلقتي، بموضوع ترسيم الحدود واللي صار طبعا من يومين خوف اللبنانيين، يعني كله بيقول نحن على ابواب حرب. هلا ما بعرف بكره السيد حسن رح يطلع يحكي، رح نستودع اكثر بهيدي المعلومات كلها. اليوم لوين رايحين نحن بهذا الموضوع؟ بعتقد صار في تصريحات بالنسبه لهذا الموضوع هي تحت اطار الدولي، واليوم حتى حزب الله قال نحن تحت إطار الدولة. وهون هيدي كان بيان كتير مهم، أنه اليوم هيدي واحدة من القضايا اللي كان ينحكى فيها توضحت بهذا الموضوع. والدولة اليوم عم بتقوم بدورة، إن كان فخامة الرئيس وإن كان دولة الرئيس ودولة الرئيس كلهم سوا عم بيقوموا دورهم، والموضوع تحت السيطرة. وهلا قريبا جاي الوسيط الأمريكي، الوسيط الأمريكي اليومين، وهي بعد مرحلة التفاوض، مع أنه صار في اتهامات كتير وصار في حكي كتير ومزايدات كتير بهالأربع خمسة أيام. سمعنا كتير خبريات توقيع مرسوم وعدم توقيع مرسوم والخيانة والاتهام بالخيانة والعمالة، وراح الخط وزيح الخط وإجا الخط وخط 29 وهيدا يعني هون هيدا بنرجع كل يعني ما يصير عنا شيء نحن بهذا البلد بيكتر اسم الله المحللين والطباخين والخبريات والقصص والقضايا، هيدا كله موضوع منه موجود اليوم. نحن مؤمنين انه عنا رجلاء دولة امتياز، عنا السيادة تبعنا يلي كلنا متمسكين فيها ومنحب نحافظ عليها، اوكي. وكل في كتير امور تنحط هي للتفاوض بس مش على حساب السيادة، وما فينا نجي. بالنهاية في مثل بيقول هو الماي بتكذب الغطاس، مظبوط ام لا؟ فهودي الكل اللي عم بيزيدوا الامور ما ما بتتبلور هلا، لا يمكن تقريبا اكيد هي كلها بعد مرحله مفاوضات، في كتير امور وبالمفاوضات في لها كتير استراتيجيه. هلا كمان اذا بدي فوت بشق الوسيط الامريكي كمان قال انه هو يمكن مثل ابره بنج نحن ما حتتبلور الامور ابدا. ليكي في تكهنات كتير، يعني هلا التكهنات دائما موجوده ما فينا نوقفها، بس اليوم اللي انا بقدر اقول لك اياه دائما بسياسة التفاوض في لها سياسة التفاوض، في لها سياسة، هي بتبلش بمكان بتكوني انت حاطة بلان لمكان ما، بس هذا في المكان ما يلي ما رح تتنازلي عنه. هلا بيقولوا النفط هو الامل الاخير بلبنان، حدا عم بيبعث لي سؤال لك بس نحن جاوبنا عليه ببدايه الحلقه، بس هلا نفس الشيء عن الصناعات وعن الملحق الاقتصادي، حدا عم يستوضح الموضوع، هلا بنرجع بنختصره اذا معي دقيقتين وقت. بيقولوا انه النفط هو الامل الاخير للبنان، برايك انت كميه هالنفط الموجوده اذا استخدمت؟ قلك شغله، النفط محمد هو الريزيرف لازم نشيله من راسنا.
الامل الوحيد بلبنان، اوكي، هو الاتكال على النفس، هو الصناعه، هو الانتاجيه، هو يوقفوا الكيديه السياسيين، يوقفوا الكيديه السياسيه. هيدا اهم شيء هلا. صح، خدي مثلا 1,200,000 ولا تفضلت قلتي المطاعم مليانه، فينا كثير امور نرجع نحركها، نرجع نستدي نستعيد دورنا الفندقي الجامعي الطبي، هيدا نشتغل عليه، نرجع نعيده، نعطيه، نرجع نشتغل عليه لانه اكل ضربات منا هينه، اوكي. والنفط نخليه اكسترا بونس، هيدا النفط مثل واحد معه مصاري. بس الناس اليوم بتعتبر النفط هو اهم شيء هلا بلبنان، النفط وخاصة بعد وصول السفينة إلى خط 29. يعني هلا شرحت لك قصة النفط، حتى ما نحط الهدف النفط، خلينا نروح على هدف، وهدف النفط موجود، أنا ما عم بلغيه، عم شيله من المعادلة، خلينا في هدف النفط، بس خلي يكون عنا هدفين بديل هدف، مش نتكل على هدف واحد وناطرين النفط. هيدا مثل واحد ناطر ليجي المكتوب، أما ناطر ليجي الخبرية، لا، خلينا نروح نشتغل والخبرية ننتج. هيدا صدقيني عنا الطاقة، وانا شفت ابداعات والتقيت بشباب والتقيت بشباب. 19 كانوا كفيلين انه يفرجوك كل هالابداعات؟ التقيت باشياء، نحن عملنا قسمنا ايه شغله وحده من الاشياء الايرا لاب، يلي هي كل شيء للنيو ريسيرشر بيجوا، عملنا مجلس امنا وعملنا مثل لجنه بنشوف الفكره تبعهم من بلورها ومنساعدهم ومن حطها على الخريطه الصناعيه ومنعرضها على الصناعيين، واجينا دعم كثير من الصناعيين، اجينا دعم من المان. هيدي الجمعيه بقلب الوزاره، هي مركزها بقلب الوزاره، هيدي الفناها اوكي لمساعده هالطلاب الناشئين بالافكار الابداعيه تبعهم، هي اتس ريسيرش انستتيوشن. هيدي وحده من الاشياء، لانه يعني في كثير قضايا، يعني هذا ملف بيحمل اي مع الانجازات، بيحمل كل القضايا كل الانجازات. هيدي وحده من القضايا بحب احكي فيها، انه قد ايه بعد معي دقيقتين بس، يعني نحن ماضيين فوق 12 معامله اداريه، 12,000 بالمديريه العامه، 12,000 افتكرت 12,000 عدد قليل، اوكي، بالمديريه العامه وبالرؤساء المصالح 1,800 بين شهادات صناعيه، شهادات منشا، رخص، كل هالقضايا، 13,800 معامله اداريه بست اشهر ماضيه، بست اشهر وقت ما وقفنا ولا نهار، على طول كنا موجودين، ونحن واجبنا، يعني ما عم نربح، هذا واجبنا وهذا هذا هدفنا، اوكي. وبعتبر انا بعد لو فينا نعطي اكثر بعدنا مقصرين، والطريق طويله، ونحن اللي قدرنا عملنا انا برايي هو انجازات صغيره مقابل مشاريع مستقبليه كثير كبيره لهالبلد ويلي موجوده ان شاء الله، يعطي هيدا البلد الراحه والامان، لانه الشعب اللبناني بيسال. نحن بنعمل الراحه والامان، نحن اللي بنعمل كل شيء. لو كل السياسيين بفكروا بطريقتك، هلا ما بدي اظلم في بعض السياسيين يمكن بفكروا بطريقتك نفس الشيء، كنا نحن بامان. لو نحن بنوقف الكيديه السياسيه، لانه نحن شفناها شوي كمان بالانتخابات النيابيه، ما كنا وصلنا لهون. او ماي جاد، انا يعني وصلت لمرحله يعني خلص ما عادش كان في اسمع. نحن بدنا سياسيين عندهم مواطنه، سياسيين بحبوا بلدهم، مش يفضلوا مصالحهم على مصالح هذا البلد ومصالح الناس. ليكي نهار بنعرف بس نحط مصلحه الوطن قبل مصلحتنا، يعني مصلحتنا راح تكون ربحانه 100%. نهار نعمل نحن مصلحتنا معناته خسرانين لو شو ما عملنا. تيم ورك ومصلحه الوطن، لانه هو الاستمراريه الوطن. صح. انا مصلحتي هيدي مرحليه، لانه وطني عم بيهتز، ان شاء الله ما بيرجع بيهتز، ما بيهتز وبيرجع اذا بيهتز. بالاراده وبال صدقيني بالاراده الصلبه وبال استمراريه وبجهد، وهيدا صدقيني ما بيحتاج. ان شاء الله يا رب. انا بدي اشكرك، عندي ايمان كثير، اهم شيء الايمان، عندي ايمان كثير، عندي ايمان بربي، عندي ايمان ببلدي وبنفسك،
وإيمان بنفسه، لأنه إذا الإنسان ما كان عنده إيمان بنفسه ما بيقدر ينتج. بشكر ربي أنا على كل شيء، كل خطوة ربنا كان يساعدنا معك فيها. أنا بدي أتشكرك كثير على هذه الحلقة، وما بعرف إذا هيدي الوزارة رح تصريف أعمال رح تكمل لفترة طويلة، تنجز أكثر وأكثر بوزارتك. بأي حالة إذا كفينا كفينا، ما كفيناش نرجع نلتقي كنائب وبنحكي بإنجازات بالنيابة. طبعاً بالعمل النيابي أكيد. بدي أتشكرك. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا، لازم نحن مثل ما قال الوزير جورج بوشوكيان آمن بهيدا الوطن ونآمن بنفسنا لنقدر ننتج ونقدر مثل ما بقولوا حب نفسك لتقدر تعطي الناس اللي حواليك. أنا بتشكركم عن جديد، بشوفكم الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت، انطروني.